مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب والخوات الكل بخير. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي من البيكربونات، بيكربونات الصوديوم. انا سبق وطلعت لكم اكثر من وصفة من البيكربونات، حكيت لكم فوائد البيكربونات للجسم او للبشرة، أو كمان ممكن تستعمل لتنظيف وتعقيم، شو نقول، السيراميك وتنظيف اي شيء حابه انت تعقميه وتتخلصي من الفطريات، من الميكروبات. رائع جدا، طلعت لكم وصفه للشعر فظيعه جدا لتطويل وتكثيف ونمو الشعر اذا استمرتوا عليها، كانت من الرز، ماء الرز والبيكربونات، رائعه جدا حبايبي. اليوم الوصفه تبعتي حبايبي هي عباره عن طريقه تخلص من الدهون المتراكمة بالجسم. ثلاث طرق راح اعطيكم، كل واحدة تختار طريقة او طريقتين باليوم تعملها. اللي عندها دهون ومتأكدة كتير دهون بجسمها تقدر تعملها باليوم ثلاث مرات، يعني وزنها 190 مثلا 190 عفوا 90 100 110، وكما فوق تستعمليها باليوم ثلاث مرات. اللي بس لازم حبايبي بتكونين ما عندك لا مرض ضغط طيب، ولا عندك السكري، ولا عندك اي امراض بتعارض الكربونات، زين. راح نستعمله هو بس لان في شويه ملوحه راح ياثر، بس اللي عندهم ضغط لازم ما بيشربوه دائما، يعني تقدرين تشربيه شو نقول مره واحده باليوم، او من تكون عندك شو تقول حسيتي بروحك اكلتي اكل كثير وفي زيوت كثير تقدرين تشربيها. طبعا هذه الثلاث وصفات فظيعه جدا، ممكن للاهل الضغط اعطيهم وصفه رائعه جدا لهم كمان يقدرون يسووها. ممكن حبايبي انكم تعملوها على ثلاث طرق. حنبدي اول شيء لصاحبات الضغط، حبايبي عندها ضغط كثير، يعني ضغط الدم دائما مرتفع، شو راح تعملين حبيبتي؟ راح تاخذين قليل من الليمون وحطي معاه، يعني نقول ليمونه كامله وحده، عصريها كويس، حطيها بالكاسة، زيدي عليها مي، زيدي عليها ملعقة كبيرة من أو وسط حسب أنتي معدتك، إذا ما فيها مشاكل تحطين من الخل التفاح، خل التفاح إذا ما كان أصلي ما راح تجيب عندك أي فائدة. بين كل وجبة لازم تشربيها عشان يحرق لك الدهون، يعني على الأقل مرتين، هيك أبدا ما يعارض الخوات اللي عندهم مشاكل بارتفاع ضغط الدم. اما السكر وهيك عادي ما في اي مشاكل من الوصفات اللي راح اعطيها، بس بكل الاحوال انا ما بعرف نسبه السكر عندك بالدم قديش وعندك المشاكل، انت حاولي استشير الطبيب هل هذا بياثر ام لا. ثاني وصفه حبايبي هي البيكربونات مع عصير الليمون، ملعقه صغيره من البيكربونات، عصير ليمونه واحده، قليل من الماء، ثلاث مواد ذني لخلطتين مع بعض تشربيهن، رائع جدا حبايبي، بتزيل الدهون المتراكمة من الجسم، وبنفس الوقت حتى النفخة اللي بالبطن. في كتير من الناس مثلا ياكلون شغلة ويصير عندهم نفخة ببطنهم وما قادرين يناموا، هيك هذه بتسهل الهضم بالمعدة اذا شربتيها، رائعة جدا. واكثر الوصفات اللي للهضم بتكون من البيكربونات الصوديوم. الوصفة الثانية حبايبي هي عبارة زي ما قلت لكم، كمان خل التفاح ملعقة كبيرة، سودة الخبز ملعقة صغيرة، ومي، تخلطوا كلها مع بعض، وقوالب الثلج كتير حلوة بهاي العملية، تحسك تخليك تحسين بانتعاش كتير حلو، رائع جدا تحسين. ممكن تسوين القوالب الثلج من الليمون، يعني تسوين ليمون قوالب ثلج وتحطين قالب واحد ليمونه كامله، تسويها قالب ثلج وتحطيها مع المي مع خل التفاح. وصفه لازاله جميع الدهون من البشره، راح اعطيكي وصفه رائعه جدا حبايبي، اتمنى ان كل الخوات يعملوها، رائعه. اول اشي حبايبي راح تاخذين كوب كامل، معلش انا ما عندي بس مضطره اعرض لكم الفيديو، كوب كامل من الفراوله، كوب كامل من الفراوله، حفنه هيك تقريبا من النعنع، هيك تقريبا من النعنع، من اوراق النعنع. راح نحتاج حبتين من الليمون، حبتين من الليمون. طيب راح نحتاج ملعقه وسط من البيكربونات، ملعقه وسط من البيكربونات.
كل هذه المواد نعصر الليمون وناخذه ونخلطه مع كل هذه المواد ما عدا السوداء، نخلطها بالخلاط كتير كويس مع كوبين مي. بعد ما هاي نجهز هالمواد بنحطها بالتلاجة، وقت بوقت نطول نحط بالكاسة، نضيف معاه ملعقة صغيرة من البيكربونات العفو ونخلطها، أو تضيفيه مع تضيفين ملعقة وسط من البيكربونات وتخلطيه وتحطيه بالتلاجة. بس إذا ضفتي البيكربونات مع العصير لازم تشربيه بيوم كامل هذا، وها إحنا الكمية سويناها كبيرة، فعشان هيك أنا بقول لا تحطوا البيكربونات، البيكربونات بتكون عند الشرب، يعني ما تريدين تشربين ملعقة صغيرة جدا، وأخلطها مع كاسة عصير وأشربه. هذا العصير يساعد على مكافحة ترهلات وحروق ترهلات الجسم والسلالية بالجسم كمان، وبنفس الوقت يزيل جميع الدهون من الجسم. أما اليوم الوصفة تبعتي أنا اللي رح أعمل لكم إياها، بس يا ريت تعملون الوصفة تبعت الفراولة، رائعة جدا، بس أنا الصراحة ما عندي فراولة. أما الوصفة اليوم اللي رح أعمل لكم إياها، أنا خذت برتقالة واحدة، انت تقدرين تتفننين بالعصير تبعتك بس تكون من الحمضيات، يعني شلون بيها شوية حامض. تقدرين تحطين الجريب فروت، رائع جدا كمان. الرارنج اهل العراق استغلوه بهاي الطريقة، رائعة جدا. راح نعمل فيديو كمان لتنزيل او لإزالة الدهون المتراكمة من الجسم من حصرم العنب، وهذا وقت حصرم العنب راح نسوي من عنده وصفة رائعة جدا للكلف، ونفس الوقت راح نسوي من عنده لإزالة الدهون إن شاء الله، أو سوينا ما أعرف يا فيديو راح ينزل قبل إن شاء الله ينال رضا الجميع. فهون حبايبي أخذت نصف كاسة ماء، وأنا برتقالة واحدة عصرتها وهيها هون، وهنا عصرت نصف حبة ليمون أو حبة، ما راح يأثر الليمون إذا حطيتي حبة أو حتى لو حطيتي حبة حبة ونص، يعني ما في أي مشكلة. راح نخلط هيك، أوبس يعني مشكلة هيك حبايبي، زي ما أنتوا شايفين خذي شريحة، هذا زي ما أنتوا شايفين حبايبي، نقدر حبة من البرتقال مع نصف حبة من الليمون، أو حبة ليمون مع نصف حبة برتقال كمان كتير كويسة. راح نخلط معاه حبايبي شغلة كتير كويسة، لأنه رائعة جدا بالشون نقول بهالوقت والجو حار. هذه الوصفة تستعمل مرتين باليوم بعد وجبة الغداء، طيب، وقبل النوم، وقليل جدا من بيكربونات الصوديوم. طيب راح نخلطها، طبعا هذه حتى بتريح المعدة، بتزيل جميع الأوساخ اللي موجودة بالمعدة، بتنظف الأمعاء من الداخل، رائعة جدا في تنظيف الأمعاء حبايبي. راح نطول الثلج هيك، نحط أكم حبة إذا حابة، مو ضروري هو، بس أنا أحب يعني بالصيف الصراحة أشرب الثلج هيك، أشرب يعني أي إشي يكون بعد هيك، بعد اي شلون نقول طريق، بعد اي وجبه اكل تكون كتير دسمه، او حتى لو ما في دسمه، مثلا انت عندك كتير جسمك مليان، هاي الطريقه لو استعملتيها باليوم مرتين. ضروري جدا شرب الشاي الاخضر، شرب شاي الاخضر ضروري ضروري جدا، لانه بيساعد كمان على ازاله الدهون. هذه الطريقه تخلي الدهون تطلع بالابراز، يعني بالابراز من دخلين الحمام، بتخليك تنزل الدهون من الجسم مع الاستمرار، رائعة جدا حبايبي. الخل كمان تقدرون تضيفوا له زي ما اعطيتكم الوصفات مع الخل، رائعة رائعة جدا كمان حبايبي مع الخل. بس اللي تستعمل هيك وصفات حبايبي، هذه الوصفة ما فيها اي مشاكل بالنسبة للمعدة، بس اللي عندها كتير مشاكل بالقولون وكتير هذه لازم تستشير الدكتور تبعتها. بالنسبة لعدها سكر ارتفاع وهيك لازم كمان، انا بعرف هذه الوصفة ما فيها اي مشاكل بالنسبة لأهل السكري، حتى الاخوات اللي عندهم الضغط اذا شربيه مرة واحدة باليوم ما في اي مشكلة، او نفس الطريقة بالضبط، بدال ما بتحطين السودة
البيكربونات الصوديوم بتحطيه بدالها الخل، يعني نفس الطريقة بالضبط بس نضيف الخل كبديل للبيكربونات الصوديوم. هاي الطريقة رائعة جدا حبايبي، أتمنى أنها تنال إرضاء الجميع وأتمنى الكل تجربها، كتير حلوة ورائعة بنفس الوقت. أتمنى منكم حبايبي أنكم تعملوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي زوروا القناتين، واللي حابة تزورني على الانستغرام أو الفيسبوك فأهلا وسهلا فيكم، ومع السلامة.